المنتزهات هي الوجهات الأولى للأطفال في العطلة الدراسية، إليها يتوجهون من أجل اللعب والاستمتاع. فإذا كانت الظروف المادية تسمح للبعض بالسفر، فإن البعض الآخر يفضل ممارسة هوايته المفضلة في وقت فراغه. بالنسبة للعطلة كندير 50% رياضة و 50% بريباراسيون. بالنسبة للرياضة كنديرها مع الصباح، يعني من 8 حتى ميقات 12 كنمشي كندوش صافي، مع ميقات 2 كنبدا بريباراسيون، كنسالي مع الخمسة. كتعطي 50% كما قال الدري لونطريمون و 50% القراية. يعني في النهار بحال قلتي كتقسم نهارك كما قال الدري، مرة في الصباح من 8 ل 10 ولا 8 ل 11، وفي بعض الخطرات بحال هذا الوقت من 4 سميتو، وكتبقى عند 7 ثاني 50% ديال القراية. كل حاجه خصني نعطيها وقت. هادشي في العطله دابيتود كنسافر مع عائلتي، ولكن اليوم جينا نستمتعوا في هاد البارك دو جو، ودابيتود كنقرا دي ليفغ وتنراجع الدروس اللي جايه. لكل برنامجه الخاص في العطله، الا ان المختصين ينصحون بتقسيم ايام العطل بين ساعات المراجعه وساعات اللعب وممارسه الهوايات. شنو كلهم يديرون؟ كلهم يرتاحوا، اول حاجه يرتاحوا، ينعسوا، يقنطوا. القنط جيد حيت كيعطي البلاصه ليماجيناسيون، الخيال، والخيال كلهم يعطيهم الفرصه باش يكتبوا حسن، حيت عندهم اون ميور ريفليكسيون، اون ميور ميموريزاسيون، التركيز عندهم حسن، ويزولوا التليفون والايباد ولا سويتش وطو لي ريزو سوسيو اللي عندهم في التليفون واحد. ساعتان اثنتان لمراجعة الدروس وساعة واحدة لمشاهدة التلفاز وقضاء ما تبقى من اليوم في اللعب والاستمتاع، هكذا يجب أن يقضي الأطفال أيام العطلة الدراسية. تلك أهم النصائح التي يشدد عليها المختصون.